للحديث عن تهريب الأدوية في العراق في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة السياسية ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي الصاحب. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني مع ازدياد الأسعار، أسعار السلع وأيضا عدم توفرها في بعض الأحيان، هل ترون أن الغلاء الذي يضرب العراق حاليا له ما يبرره أستاذ علي؟ نعم. تحية من تحية لك والجمهور الكريم. حقيقة مع اضطراب الوضع السياسي في العراق وما آلت إليه الأمور من وجود نظام فاسد ومصر على الفساد، أصبح الغلاء والفقر والمرض من الصفات البارزة على السطح، وبدأت معاناة المواطن العراقي في ازدياد نتيجة الغلاء في كل مرافق الحياة الغذائية والدوائية والمعيشية. ومن أهم أسباب ذلك الغلاء هو عدم وجود رقابة حكومية على السلع، إضافة إلى تدخل الفاسدين والمتنفذين في مواضيع الاستيراد ودخول البضائع، لأن أغلب المنافذ الحدودية هي تحت سيطرة جهات سياسية وأمنية فاسدة. نعم. أستاذ علي، ذكرت بأنه لا توجد هناك رقابة من قبل الحكومة، يعني لماذا تغيب هذه المراقبة؟ من المستفيد الأكبر في ذلك؟ نعم. حقيقة أنا كما قلت لك، يعني وجود الفاسدين على هرم السلطة وحتى على المنافذ الحدودية هو الذي جعل الأمور أو المواد التي تدخل العراق تزداد ارتفاعا، باعتبار أن لا رقابة عليهم لأنهم تحت غطاء حكومي وتحت غطاء أمني وتحت غطاء سياسي. فالمستفيد الأول والأخير هم أصحاب رؤوس الأموال الذين هم في نفسهم هم أصحاب القرار، وكما يقولون لمن تشتكي حبة القمح إذا كان القاضي دجاجة. للأسف الشديد يشهد بلدنا يعني ازدياد ملحوظ في أعداد المرضى الذين مثلا يعانون من أمراض مزمنة ولعدة أسباب قد يطول شرحها، ولكن هؤلاء المرضى لهم قصص حزينة ومؤلمة في الحصول على الأدوية، وخاصة الأمراض السرطانية واللوكيميا الدم والثلاسيميا وهشاشة العظام، إضافة إلى السكري والضغط وغيرها. هذه الأدوية المخصصة لهذه الأمراض مثلا التي يفترض أن توفرها وزارة الصحة للمستشفيات والمراكز الصحية والطبية تهرب خارج تلك المؤسسات وتباع للمظاخر والصيدليات والمستشفيات الأهلية دون رقيب أو حسيب. يعني حقيقة الدول اللي مثلا سعره بالمستشفى أو بالمركز الصحي 2000 دينار تجده في الصيدلية الخارجية ب 50,000. لأنه أساسا لا توجد رقابة صارمة على مهربي الأدوية، وأغلب الأدوية المهربة يتم تداولها من أشخاص متنفذين أو مرتشين سواء في المنافذ الحدودية كما ذكرت أو المطارات أو السيطرات. هذا كلها هي أسباب دفعت إلى أنه يكون الحالات السلبية طافحة على السطح، باعتبار أن من أمن العقاب ساء الأدب. أستاذ علي، ذكرت الأسباب، ولكن هل تؤثر الأزمة السياسية التي يعيشها العراق تؤثر على موضوع غلاء أسعار السلع، سواء باستغلال التجار أو بالانفلات الأمني الذي انعكس وكما ذكرتم على تهريب الأدوية؟ يعني بكل تأكيد سيدي العزيز تؤثر تأثير مباشر. شوف أنا أذكر لك حالة، إحنا كان عندنا جهازين قبل التغيير، كان عندنا جهازين عظيمين بصراحة. الأول هو الأمن الاقتصادي وهو المراقب على الأسعار وتواجد السلع والمواد وكيفية بيعها عبر منافذها القانونية، وهذا جهاز جدا حساس وجدا كان حقيقة كان اعتبر خط الصد الأول لكل الذين تسول لهم نفسهم أن يعبثوا بأمن وباقتصاد المواطن. والجهاز الثاني هو جهاز التقييس والسيطرة النوعية، وهذا الجهاز أيضا مسؤول عن فعالية وصلاحية المواد الغذائية والدوائية وحتى الاستهلاكية، ولكن الآن هذين الجهازين موجودات فقط بالاسم. لذلك اليوم هناك من يحاول أن يستغل هذا الضعف الأمني، هذا الانشغال السياسي، هاي المهاترات السياسية بأبشع استغلال. فتشوف المواد الغذائية في ارتفاع، التاجر بكل سهولة يقدر يجيب مادة يشتريها من السوق يخزنها إلى أن تنفذ وبعدين يطرح يبيعها بأسعار. بل أزيدك بالشعر بيت كما يقولون، حتى اللي تمسكهم بعض الجهات الأمنية يعني بالجرم المشهود هم أيضا يحاولون أو بسهولة يستطيعون الخروج من السجن أو من التحقيق، باعتبار هناك من يستطيع أن يدفع رشا. الوضع السياسي للأسف الشديد انعكس انعكاس سلبي ومؤثر على الواقع المعيشي للمواطن العراقي. لذلك اليوم المواطن وللأسف يعيش في أسوأ الحالات ولا يتمتع بأي
صفة تهيئ له الدولة باعتبار أن الدولة وبل الحكومة والدولة منشغلة بخلافاتها الداخلية، فأصبحت هي في وادي والمواطن العراقي في وادي آخر. لذلك اليوم كل اللي نقدر نقوله أنه الله يكون في عون العراقي مهما قست الظروف ومهما تواترت المشاكل عليه. نعم، الصراع على السلطة أستاذ علي يعطي مجالا للفاسدين في أن يقوموا برفع الأسعار، بحيث وأنت قلت من أمن العقاب أساء الأدب، تعتقد ذلك؟ بكل تأكيد. يعني هو شوف، يقول الله سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. في داخل الإنسان حب لاستحواذ المال، ولكن هناك رادع يردعه، هناك رقابة تمنعه. أما أن يكون هذا الانشغال بالسياسة، وبالمناسبة هو نفسه التاجر اللي نحكي عليه نقول عليه فاسد، هو أما يكون سياسي وأما يكون له اتصال مباشر بالسياسي. يعني هو مهيئ كل الأمور أنه مهما فعل ما راح يجد العقوبة. فلذلك اليوم لما تكون احنا عندنا رأس الهرم فاسد وتكون الأجنحة فاسدة، فكيف يكون الوضع؟ الوضع متأزم وقاسي جدا على المواطن العراقي الذي عانى الأمرين. يعني حتى الإنسان اليوم يكابح من أجل أن يوفر لقمة عيشه. صحيح. في وقت إحنا كان مفترض على هكذا أموال تأتينا، وعلى هكذا صادرات للنفط العراقي، وإحنا نصدر بقرابة 4 مليون برميل نفط يوميا، وتدخل لنا عائدات بال 150 مليار دولار. صحيح. من عائدات النفط. يفترض أن ما تكون الحياة الاقتصادية بهذا المستوى المتردي. من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي الصاحب، شكرا جزيلا لكم.